بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله. أمين أما بعد. ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن برنامج الماستر تايبنج لتعليم الكتابة باستخدام طريقة اللمس. لو جينا على السيرش هنا في قائمة البرامج وكتبنا الماستر تايبنج بالشكل دوت، ماستر تايبنج، هيطلع الملف بتاع البرنامج اللي هو إحنا هنشتغل عليه. تمام، لو ضغطنا عليه كده هيبتدي البرنامج يشتغل معاك. اول حاجه بيديك البروفايل اللي انت بتشتغل بيه، بتكتب اسمك تمام كده، وبعد كده تقول له اوكي. هتلاحظ ان الانترفيس طلب باللغه الانجليزيه، ممكن تتحول للعربي عن طريق اللانجوج. لو انت جيت في اللانجوج هنا تلاقي فيه الانترفيس وهتلاقي فيه انجلش وفيه ارك، هنختار اربيك. هتبص تلاقي البرنامج اتحول كله باللغه العربيه، وبعد كده هنبتدي نشوف اللغه وهنشوف لوحه المفاتيح ونخليها باللغه هي العربيه. طبعا هي بتبقى شغاله هنا، وتبقى متاكد ان كمان اللغه العربيه هي المستخدمه فين من تحت. فتح معانا برنامج الماستر تايبنج بالشكل دوت. البرنامج سهل وبسيط وفي نفس الوقت مفيد جدا جدا للي عاوز يتعلم الكتابه بطريقه اللمس. لو انا جيت هنا في المستخدم بيقول لك المستخدمين بتوعك، انت ممكن تغير المستخدم وتشوف الاحصائيات وكده. لو جيت في الدروس التعليميه هتلاقي ان في مجموعه من الدروس التعليميه انت ممكن تستفيد بيها لو انت حابب تتعلم حاجه عن طريقه اللمس. مثلا جينا تعليم واحد ديت، تصميم لوحة المفاتيح يختلف من كل هتبص تلاقي مديك الشكل دوت، ولكن المهام التي تقوم بها لوحة المفاتيح واحدة في الجميع. تقدر تسمع الدروس ديت وتشوفها ماشية ازاي. هتلاقي بعد كده مجموعة الدروس اللي هي المبتدئ والمتوسط والمحترف، ومجموعة من التمرينات، وبعد كده مجموعة من الأدوات زي مثلا إنزال لوحة المفاتيح والخط واللغة والمساعدة. تمام، كل ده اللي احنا عاوزين نشوفه، ولكن اللي يهمنا دلوقتي اللي هي مجموعة الدروس اللي انت ممكن تشتغل عليها عشان تبتدي تتعلم الكتابة بطريقة اللمس. أول حاجة بنخش على المبتدئ، ونخش على المفاتيح الأساسية، وبعد كده نخش على المفاتيح الأساسية هنا. نعم، هبص تلاقي مديك لوحة المفاتيح بالشكل دوت، وشكل الإيدين على لوحة المفاتيح اللي هي الكوماند شيسيب، تمام كده، وما بينهم الالف واللام، ده اللي هو صف الارتكاز عندك. تمام، ويقول لك ان وضعك على الماستر هيكون بالشكل دوت. يبقى انت تحط ايدك بالشكل دوت كومنت شير، وبعد كده تبتدي تبص للشاشه، وبعد كده تبتدي تكتب. تعال نجرب كده نكتب مثلا مجموعه الحروف الموجوده، التاء، وبعد كده الباء، الباء، التاء، النون، الياء، الياء، ثم النون، ثم الميم، ثم السين. مسافه، شوف لو انا غلطت. لا، بيقول لك ان في مسافه لازم تحطها، مسافه، سين، ميم، شين، كاف، تاء، باء، تاء، مسافه، ياء، تاء، سين، تاء، شين، نون، باء، نون، ياء، نون، سين، نون، شين، ميم، باء، ميم، ياء، ميم، سين، وهكذا لحد ما تكمل التمرين. طبعا انت شغال بتبقى مركز نظرك على الشاشه وما بتبصش على لوحه المفاتيح لحد ما تبتدي تحفظ المفاتيح بتاعتك. ياء، وتفضل شغال كده لحد ما تخلص التمرين، ويستحسن انك تعيد التمرين مره واثنين وثلاثه لحد ما تتقن الصف اللي انت شغال عليه. اول تمرين طبعا مجموعه التمرين دي بتبقى على صف الارتكاز اللي هو الصف اللي يعتبر فين؟ في الوسط اللي انت شغال عليه دلوقتي. مسافه، بتفضل شغال على الكتابه لحد ما توصل للاخر. تمام، خلينا نقعد نخلص اهو. وبعد كل تمرين بيبتدي يديك هو الاحصائيه او الاستاتستكس بتاعتك فين في الكتابه، ويقول لك انت مثلا سرعتك كام في الدقيقه لحد دلوقتي. تمام كده، وهتلاحظ بس ان الاحصائيات احيانا بتبقى مقلوبه شويه، يعني هي كلمه في الدقيقه، انت دلوقتي كتبت 81 كلمه في الدقيقه. تمام، دقتك في الكتابه 97% على اساس ان انت اخطات في شويه حاجات وهكذا. دي مجموعه من الاحصائيات اللي هتساعدك ان انت تعرف مستواك فين في موضوع الكتابه. خلصت التمرين، هو بيجري التمرين على التمرين الثاني اللي بعديه على طول. فانت بتيجي مثلا بتقسم وقتك بحيث ان انت مثلا تاخد مثلا المفاتيح الاساسيه تاخد منها خمس تمارين مثلا، وفي اليوم الثاني تاخد خمس تمارين، وفي اليوم الثالث مثلا تاخد الثلاث تمارين دول، وبعد كده تمسك الاختبارات، وبعد كده تخش على الصف الاساسي، الصف العلوي، الصف السفلي، كل المفاتيح. تمام كده، لو انت حسيت ان تقدمت في المستوى تخش في متوسط وتبتدي تشتغل على مثلا الكلمات كاسه التداول، على التشكيلات، في بعض كده برضو الارقام والرموز ومنطقتي الارقام، وبعد كده بيديك مجموعه من التمرينات زي المقالات مثلا زي كده، بتبتدي تشتغل عليها واحده واحده. المهم لو انت مسكت في البرنامج دوت لفتره طويله وقعدت تشتغل عليه فتره كويسه ومستمره او بشكل مستمر، يعني هتقدر ان انت تتقن الكتابه عن طريق اللمس، وهتلاقي ان انت استفدت استفاده كبيره في تسريع كتابتك على لوحه المفاتيح. طبعا البرنامج شغال بلغتين، باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. الناس اللي بتكتب عربي تستطيع ان تكتب تشتغل على اللغه العربيه، والناس اللي هي بتشتغل على اللغه الانجليزيه تقدر تيجي في اللغه وتغير واجهه التطبيق عندك وتخليها انجليزي.
وتغير كمان لوحه المفاتيح بتاعتك، الكيبورد بتاعتك تخليها انجلش، وتتاكد ان هي برضو بتغير منها لوحه المفاتيح انجلش، وهتلاقي ان التمرين بتاعتك بيجنرز وانترميديت والادفانسد بدات تشتغل، والبراكتس برضو تمام كده. لو فتحنا اي تمرين منهم هيبتدي التمرين بتاعك يظهر باللغه الانجليزيه بالشكل ده، بحيث ان انت تديك اللوحه بتاعتك باللغه الانجليزيه وتزيد تتعامل مع الكتابه باللغه الانجليزيه زي ما انت عاوز. البرنامج جميل جدا جدا، ومنتج شركه اسمها شركه 3 دي كمبيوتر كيوب حاجه زي كده اعتقد يعني، لو هنجي في الاباوت هتلاقي الاسم بتاع الشركه اهي 3 دي كمبيوتر سنتر، تمام كده. دي الشركه المنتجه للبرنامج. طبعا البرنامج انت ممكن تشوفه على الانترنت او تشتريه من اي متجر او من الشركه نفسها، وبحيث ان انت تقدر تستخدمه وتستفاد بيه. دي كانت معلوماتنا النهارده في تعلم الكتابه بطريقه اللمس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، وكل كل شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زايدي من قناه مصطفى زايدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.